الوطن غالي 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 الوطن. إني قاعد وأنا بخبز في الطابون إلا هم مطوقين البلد زي رشق المطر. انطلقوا الحين طلعنا ونضبينا من الرصاص اللي خش علينا وظلوا يطحنوا بالرصاص والطخ إلى طم ما طلع النهار. يوم طلع النهار الحين خلص إحنا يا النسوان ويا هالأطفال وهالاختيارية وهالشباب اللي نضب في قلب البيت ظلوا مضبوب لا غاية ما خشوا وصاروا يطلعونا من الدور أسرع. وضع بدي أقول لك يرثى لها، وضع قد ما أوصف لك مش قادر أوصف لك النكبة اللي انت كبناها. إحنا ما طلعنا بالسهولة ولا طلعنا ببلاش، إحنا طلعنا على دمنا وعلى حالنا، ولكن لليوم أعهدك بالله إني ما أنا ناسي قطعة قطعة وشبر شبر في بلدي في بيت عفا. أنا في صغري من الناس اللي طلعت أجري تاني يوم على موقع النكبة، ومنظر تقشعر له الأبدان، تجد الأطراف، الأيدي، الأرجل، رؤوس البني آدمين ما بين الركام وفوق الركام، فكان موقف من أصعب المواقف التي واجهتها في حياتي. يمكن أرجع ليافا أو بيوتنا اللي في اللد، يمكن أحفادي وولادي الله أعلم، إنما هترجع هترجع، لكن متى وكيف العلم عند الله.